أهلا بكم أعزائي المشاهدين، حلقتنا النهاردة من محافظة سوهاج، إحدى أكبر وأشهر محافظات صعيد مصر لما تتمتع به من مقومات اقتصادية وزراعية وأيضا مقومات سياحية. هذه المحافظة يوجد بها العديد من المشروعات التي تم عملها في الفترة الماضية، بالإضافة إلى مشروعات قومية سوف يتم العمل عليها في الفترة المقبلة. ومن أجل الوقوف على هذه المشروعات وأيضا حل مشكلات المواطن السوهاجي، يسعدني أن يكون معي محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم. برحب بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا فندم بحضرتك. دكتور، عايز أسأل حضرتك فندم، بداية في إطار توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية صعيد مصر وخلق المزيد من فرص الاستثمار، حضرتك وفندم قمتم بإنشاء مكتب فني للاستثمار داخل ديوان عام محافظة سوهاج. عايزين نعرف من حضرتك فندم أهمية إنشاء هذا المكتب الفني، وهل بالفعل سوف يحل عدد من المشكلات الخاصة بالمستثمرين في المحافظة؟ وأنا بشكر حضرتك الحقيقة على السؤال ده، لأن بالفعل اتعودنا أن لازم حضرتك تتواصل مع الناس كل مجال، لابد أنك تقعد مع مقدم الخدمة فيه وتشوف مشاكلهم. السوهاج بتتميز الحقيقة فيها 4 مناطق صناعية، ولكن لقيت كتير جدا متعثرين في مصانع متوقفة، في ناس مترددة تكمل ولا لا، في ناس محتاجين بعض التيسيرات. درسنا وحللنا مشاكل المستثمرين، حلينا جزء كبير منها اللي بيقع في دائرة المحافظة، والباقي اترفع إلى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة. ما نكرش طبعا في جمعية المستثمرين لها دور كبير جدا في سوهاج في الغرفة التجارية، فالحقيقة طلبت أن أقعد مع المستثمرين أكتر من مرة، فلقيت الموضوع محتاج لجنة متخصصة تكون دايما على تواصل مع المستثمر. في شك أن في صعاب قلنا نبدأ ندرسها، في حاجات كانت بتندرج تحت مسؤولية المحافظة ودي الحمد لله حليناها فورا، ولكن هناك بعض المسائل المركزية اللي لابد كانت تتصعد ونساعدهم في وزارة الصناعة وفي هيئة الاستثمار. كان لزام علينا أن احنا نعمل لجنة، اللجنة دي بتساعد المستثمر اللي كان موجود وتعرض لأي تعثرات، وفي نفس الوقت المستثمر الجديد اللي جاي بيقدم فكرة، فكان لابد أن في لجنة فنية تدرس بتساعده في دراسة الجدوى اللي موجودة، بتشوف أي المناطق الصناعية اللي عندنا تناسب المستثمر، وبالتالي بنعمل مجلس إدارة للمناطق الصناعية فورا، وبنبدأ نخصص الأرض وبنساعده بعد كده في المنطقة المركزية. أسفرت الحقيقة اللجنة الفنية دي بعد فترة، لقينا مشاكل بقالها أكتر من 20 سنة، المستثمرين الحقيقة بيعانوا من حاجات كتيرة جدا، وكان أبرزها إن المستثمر لما بياخد أرض سعرها بيتعدى 30 و40 مليون، شيء طبيعي إنه بيتوقع، لأن إحنا عندنا قرار جمهوري بالأرض بتكون بالمجان، إنه لما يجي يطلب استثمار يطلب قرض من بنك بيعتبر إن دي قيمة مضافة للاستثمار بتاعه، ففوجئ ان الشهر العقاري ما بيسجلش الارض، وبالتالي ما بيقدرش ياخد القرض اللي هو كان طمعان فيه عشان يبدا يعمل توسعات ويبدا يزود في المصنع. تخيل حضرتك دي بقى لها اكتر من 20 سنة، فالحقيقة عملنا انبثقت من اللجان اللي احنا عملناها دي، لجان لحل المشكلة والتواصل في القاهرة ومع الشهر العقاري، الى ان توصلنا اخيرا الى صيغة مرضية ان الشهر العقاري يسجل الارض بالمجان، وفي نفس الوقت المستثمر يضمن حقه، ودي الحقيقة كانت مشكلة كبيرة جدا، الحمد لله قدرنا نتخلص منها. كان عندنا مشكلة تانية في منطقة صناعية هنا في حي الكوثر، إن ما كانش فيه تخطيط مخطط عمراني، المخطط ده بيقول إن المنطقة دي صناعية، هي كانت متداخلة مع الحي، الحمد لله دلوقتي توصلنا للتخطيط الجديد لمدينة الكوثر، وبالتالي فصلنا منها المنطقة الصناعية، فدي ما فيش شك هتخلي امتيازات المنطقة الصناعية يبدأ كل المصانع اللي هناك تاخدها، والحمد لله دلوقتي حلينا مشكلتين كبار جدا، الباقي كله في المنطقة المركزية في القاهرة. أتمنى إن شاء الله إن احنا نقدر نتغلب على كل الصعاب فيها. هو الحقيقة التواصل واقتحام المشكلة وليس إن احنا نقعد، لأن شيء طبيعي في الحياة كل يوم بتجي مشاكل، المشاكل العادية، فلو حضرتك قعدت تتأجل هتلاقي بقى في مجموعة من المشاكل متداخلة، النتيجة إن حضرتك بدل ما بتكون جاذب للمستثمر وبتساعده، لا انت بتديله نتيجة عكسية، فهيبدأ يسيب الصعيد. وخلينا نعترف ان الصعيد لابد من ايجاد ميزات فيه عشان المستثمر اللي في اي حتة في مصر او من بره مصر يرغب انه يجي في الصعيد.
تخيل حضرتك ان دلوقتي بقى عندنا كتير جدا من بحري ومن الدلتا ومن القاهره ومن اسكندريه حبوا يجوا يستثمروا في سوهاج، فلابد ان حضرتك تديلهم ميزات سوهاج وتديهم الطمانينه. والحقيقه انا من ساعه لما جيت رفعت شعار هنا في سوهاج انا شايف ان الاولى بالرعايه والابتسامه وبالدعم هو المستثمر اكتر من السائح. السائح مع كل احترامي له بيجي، وطبعا هي مفيش شك انها بتدخل دخل كويس جدا وعائد سريع، ولكن المستثمر بيجيب شقه عمره، بيجيب استثماراته، بيجيب دراسه مكلفه عملها في مشروع، بيرغب انه يعمل منشاه. المنشاه دي اذا كنا عاوزين نساعده ونطور بلدنا ونصدر لابد ان احنا نحببه ان المنتج يجي بمواصفات وفي جوده، وبالتالي نبدا نصدر زي ما الحمد لله عملنا مع بعض المصانع عندنا. وان شاء الله احنا مستمرين في دعم كل مستثمر عندنا في سوهاج، تذليل العقبات، مساعدته والوقوف معاه في اي مشكله بتقابله هنا في سوهاج. دكتور، في ظل ازمه الصحه ومحاوله حضرتك الاعتناء بصحه المواطن السوهاجي، حضرتك كنت قررت تخصيص نحو 40,000 متر مربع في المنطقه الصناعيه غرب طهطه لانشاء مصنع المحاليل الطبيه، وايضا تخصيص مصنع لانشاء مصنع للالبان. عايزين نتكلم على المشروع ده فن. بالفعل طبعا احنا عندنا بنواجه مشكله كبيره، المنظومه الصحيه فيها جزء علاجي وفيها جزء وقائي. الجزء الوقائي الحمد لله يعتبر جيد جدا في الاداء. العلاجي اللي هو مختص بالمستشفيات، البنيه التحتيه، التجهيزات، القوى البشريه، الفريق الطبي والتدريبات بتاعته، الحقيقه منظومه كبيره. احنا كمحافظه ما بنقدرش ندخل فيها لان هي تابعه لوزاره الصحه، ولكن بدانا نفكر الحقيقه بره الصندوق وقلنا طب في قله في عدد الاطباء، الاطباء ما بيرغبوش العمل في الصعيد، فلابد ان احنا نوجد فرص تحبب الاطباء ان هم يجوا. فعندنا في الصعيد كان في مشكلتين الحقيقه بيهددوا الصعيد كله مش سوهاج بس: نقص الحضانات واجهزه التنفس الصناعي، ونقص اسره العنايه المركزه. الحقيقه الحضانات مع الجامعه، وانا بحييهم الحقيقه لان احنا عملنا مجلس اقليمي للصحه، المجلس ده بيجمع الجامعه وبيجمع المديريه الصحه، بيجمع النقابات المهن الطبيه، بيجمع المهتمين بالقطاع الطبي، بيجمع كمان القطاع الخاص، اللي انا الحقيقه بسجل له كل تحيه واحترام في سوهاج، لان صدقني لو ما كناش نوفر للقطاع الخاص كل سبل النجاح والتقدم هنخسر كتير، لان زي ما احنا عارفين ان ظروفنا في الحكومه محتاجه دعم لسه شويه ومحتاجه موارد ماليه عشان اقدر اجود في الخدمه واقدر ادي الخدمه اللي انا عاوزها. المجالس الاقليميه قعدنا عرضنا المشاكل بتاعتنا، والحقيقه طلعنا فيها بمقترحات بدانا في تنفيذها. على سبيل المثال الجامعه عملت وحده حضانات كويسه جدا استوعبت عدد كبير، القطاع الخاص برضو بقى فيه دلوقتي، بجانب المستشفيات الحكوميه توسعنا في الحضانات فيها، ولكن لسه محتاجين لان الحضانات على مستوى مصر كلها محتاجه عدد اكبر. الاسره بتاعت العنايه المركزه لقينا الجامعه عندها مجموعه من الاسره ما عندهاش القوى البشريه اللي تقدر تشغلها كلها، وما عندهاش التجهيزات اللي تكمل بيها، في حين ان الصحه عندها التجهيزات مقفوله في كراتين وعندها القوى البشريه. فقلنا نعمل المزج ما بين الاسره اللي موجوده في مستشفى الجامعه والفريق الطبي اللي فيه ولو ان عدده قليل، وهنجيب الفريق الطبي من الصحه، وبالتالي بدا فعلا الموضوع ده ياخدوا قسط من التدريب، وجبنا التجهيزات اللي في الصحه كانت في كراتين ومعرضه انها تفضل كده لما تبوظ خالص، وبدانا نقيم حالتها وندمجها مع الجامعه وتبقى وحده زي وحده ذات طابع خاص تحت اشراف اساتذتنا في الجامعه. حضرتك هتحبب كل اللي ما كانش يلاقي فرصه للتعليم انه بيشتغل، طلع فريق طبي كويس، الاجهزه هتشتغل فنستفيد بيها كفلوس دوله. وقلنا نحط خطه زمنيه، الوحده دي اذا كانت 20 سرير بعد شهرين تبقى 40، بعد شويه تبقى 60، ونبدا ننقل هذه الفرق بالاسره في مستشفيات الصحه والتامين الصحي والتعليمي. يبقى كده حضرتك توسعت بمنظومه مدربه كويس جدا، بقى عندنا اسلوب معين في العلاج، وبالتالي نقلل الحالات اللي عندنا بتتنقل الحقيقه للقاهره واسكندريه، اغلبها بيكون توفاه الله في الطريق وما قدرش يوصل. تمام، ده جزء. الجزء الثاني بقى حضرتك، لقينا عندنا ذوي الاحتياجات الخاصه في سوهاج
ويعني على سبيل التذكار احنا اول محافظه تكون صديقه لذوي الاحتياجات الخاصه. احنا عملنا لهم بالفعل باركينج لذوي الاحتياجات الخاصه في كل الميادين والشوارع. احنا بنطبق رقم الكودي اللي هو رقم الاتاحه لذوي الاحتياجات الخاصه في كل المحافظه وفي المباني والمنشات الجديده. الحقيقه لقيت في الصعيد لا يقل عن 3.5 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصه. تخيل حضرتك دول لابد يروحوا مصر مش اقل من 5-6 مرات عشان يحصلوا على مركبه، اذا كان عربيه او موتوسيكل مجهز او اي شيء، او عاوز يكشف او عاوز ياخد اي تاهيل من هناك. معاناه جامده جدا في الصعيد في المواصلات، معاناه في القطر، معاناه في الطريق، انه حضرتك يروح ومش دايما بيقدر يروح لوحده، يكون معاه مرافق عشان يروح ويضطر يبات يوم واتنين. الحقيقه لما تحسبها حضرتك مكلفه جدا، ازدحام على الطرق، عرضه للحوادث اللي على الطريق. فالحقيقه لما درست لقيت الوضع لا يقل عن 3.5 مليون. تواصلت مع الاستاذ الدكتور وزير الصحه ومع الحقيقه وزير الداخليه وممثل في مدير الاداره العامه للمرور بالوزاره، واقترحت ان احنا نعمل مجلس طبي عندنا هنا في سوهاج يخدم ال 3.5 مليون من بني سويف الى اسوان. والحقيقه بوجه لهم الشكر، الحقيقه تجاوبوا، وزاره الصحه وافقت واداره الاداره العامه للمرور وافقت، ودربنا الفرق وجهزنا بالفعل مجلس طبي متخصص عندنا هنا في سوهاج ان شاء الله هيبدا بعد العيد. يبقى حضرتك حليت مشكله كبيره جدا صحيه وخدميه في نفس الوقت. في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي وشفنا بدات المؤشرات تقول ان عندنا مشكله كبيره جدا في المحاليل الطبيه. لقيت في بعض المراكز في اسوان بتعاني ان ما عندهاش المحاليل، وبالتالي هي مهدده للتوقف او هتبدا تقلل الحالات اللي بتشتغل فيها طبقا للاولويات. وبعد كده لقيت في اسيوط بدا تحصل في معهد الاورام. عندنا هنا لقيت مفيش احلال وتجديد للمحاليل اللي خلاص الكميات الحقيقه تقلصت بشكل بينذر ان في كارثه، فلابد ان احنا نتحرك. لقيت مستشفى الجامعه الحقيقه الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه باعت بيقول لي احنا عندنا رصيد من المحاليل يومين وبعد كده هتتوقف المستشفى، وكان لازم ان احنا ناخد خطوات في حل هذه المشكله على الاقل لسد احتياجات صعيد مصر. الحقيقه خطبت وزير الصحه ووزير التعليم العالي وبعت المجلس الوزراء، وكان لابد ان احنا نلحق لان في مؤشرات بتنبئ عن كارثه لازم نتحرك بدل ما اقعد استناها. وبالفعل وصل بعض الكميات عن طريق التواصل مع نقابه الصيادله هنا في سوهاج ونقابه الصيادله العامه في مصر، وبداوا يجيبوا لنا كميات، بس دي حلول سريعه وعاجله وليست الحلول الاجله المطمئنه لنا ولاهلنا المرضى، لان زي ما احنا عارفين المحاليل لا غنى عنها، سواء اذا كان واحد بيعاني من مغص، واحد جاي في استقبال، ما بال حضرتك واحد في حادثه او في عمليات او في عنايه او غسيل كلوي. الحقيقه هندخل في مشكله كبيره جدا. لما لقيت الامور يعني بدات تاخد منحنى تاني، مش قادرين نوفر وفي نفس الوقت احنا قاعدين نستنى اللي يجي، فبدات مع مجموعه من المستثمرين هنا في سوهاج اللي الحقيقه عاملين حاجات اكثر من رائعه، ويا ريت واحنا بنتكلم نتعرض لها، اللي هي منظومه المخلفات وازاي قدرناها. فالحقيقه دعيتهم في مره وقعدنا نتكلم، يا جماعه الموضوع فيه ازمه احنا داخلين عليها اللي هي نقص المحاليل، ايه رايكم لو نبدا نبادر ونعمل مصنع محاليل طبيه؟ الحقيقه على الفور كانت خليه نحل واحنا قاعدين في المكتب، كل واحد تواصل مع زملائه من المستثمرين واصحاب المصانع، وانا كلمت مجموعه اعرفهم في اسكندريه وفي القاهره، واتصلت بالنقيب العام الحقيقه للصيادله، فوجئت بترحاب شديد. جه هو واعضاء مجلس اداره الصيادله وعمل لقاء موسع مع كل المجالس الفرعيه لنقابه الصيادله في الصعيد، وطلعوا بتوصيه ان هم على استعداد ان هم يشاركونا والمستثمرين كمان. ومن هنا تولدت الفكره، عندنا مشكله بدل ما نقعد نتباكى عليها ونستنى ونقول المواطن هيكون ضحيه. عملنا دراسه الجدوى، وبالفعل تاني يوم عملت مجلس اداره طارئ للمناطق الصناعيه، وخصصنا الارض لمصنع المحاليل، وان شاء الله دراسه الجدوى اتقدمت، ودلوقتي احنا في الورق راح لوزاره الصناعه وهيئه الاستثمار، اتمنى انه ياخد دورته بسرعه ان شاء الله، ونبدا على ارض الواقع نحط حجر الاساس للمصنع، لان واضح ان الموضوع هيطول، فلابد ان احنا نبدا نساعد بدل ما احنا هنقعد نستنى المنطقه المركزيه عندها اللي يكفيها. وعلى فكره المصنع ده جزء منه لسد احتياجات الصعيد والباقي ان شاء الله للتصدير بره مصر ان شاء الله. الحاجه الثانيه مشكله الالبان اللي احنا شايفينها
فبرضو عرضت عليهم الفكرة. والحقيقة نقابة الصيادلة لقيتها لها باع في الموضوع، ان هم عاملين لهم مزرعة في الإسماعيلية وبياخدوا الألبان بتاعتها وبيقدروا يجمعوا الألبان. فقلنا طب نعمل هنا مصنع، وبالفعل برضو عملنا الدراسة وخصصنا أرض المصنع تجميع ألبان في الأول. وعرضت عليهم احنا عندنا هنا مزرعة تابعة للمحافظة، احنا نجيب فيها أجود الأنواع ونبدأ كمان نوفر الألبان ونضخ للمصنع، وبرضو يبقى حضرتك أتحت فرص عمل، سديت احتياجاتك من كل الحاجات اللي احنا محتاجينها، وفي نفس الوقت تصدر بره اللي يزيد عنها ان شاء الله. ان شاء الله فن، ان شاء الله. دكتور، مشكلة المرور في محافظة سوهاج مشكلة مزمنة، وحضراتكم من أجل الحد للحوادث اللي بتحصل على طرق سوهاج قررتم بوضع رادار ليلي لرصد السرعات وأيضا السيارات المخالفة. هل دي بداية فندم لحل مشكلة المرور في محافظة سوهاج؟ بص أقول لحضرتك، هي مشكلة المرور طبعا كتيرة وبتنقسم لكذا منحة. أول حاجة إن الطرق مش معمولة بالتسعات العريضة اللي تقدر تعمل سيولة مرورية أكتر، لأن التقسيم بتاع البلد من زمان. ولكن لابد كلنا نحترم النهاردة التوسعات العرضية، يعني عندنا طريق المطار كوامل وسوهاج الجديدة، وعندنا دلوقتي أخميم الجديدة والكوثر. إنما طول ما احنا هنقعد في نفس المكان في سوهاج في وسط البلد قاعدين نعمل ارتفاعات وقاعدين نعيش في نفس المنطقة، لا بنية تحتها هتكفي ولا العمارات هتستحمل ولا الشوارع خلينا نفكر في التفكير عملي، ومش احنا بس، ده العالم كله عمل كده. وبالفعل دلوقتي احنا بدأنا نجهز الطرق لخميم الجديدة والسواج الجديدة وللكوثر، ونعمل تقسيمات، ورغبنا الحقيقة المحلات والاستثمارات الجديدة انها تكون في هذه الأماكن نوع بديل للي موجود. انما بنيجي على الشوارع خططنا فيها وعملنا اتجاهات مرورية على قد ما نقدر عشان نفك هذا الاحتقان. عملنا تخطيط للشوارع، جبنا العلامات المرورية اللي هي الرقمية واللمض والكاميرات، وان شاء الله هتبدأ في التركيب. وزي ما حضرتك قلت لجأنا فعلا للرادار الليلي، وعلى فكرة النهاردة رابع يوم بيشتغل. مش عاوزين ننكر ان عندنا طريق الصعيد البحر الاحمر الناس بتسميه طريق الموت، والحقيقة الطريق كان من زمان، واحنا لما جيت عملت لجنة، الحقيقة أنا كونت مجموعة من المجالس الإقليمية، منها مجلس إقليمي للهندسة والطرق. المجلس ده عبارة عن مجموعة من أساتذتنا في كلية الهندسة، مع هيئة الطرق والكباري، مع مديرية الطرق، مع المرور، مع الوحدات المحلية، وبدأنا نروح في طريق الصعيد البحر الأحمر. والحقيقة وزير النقل الدكتور جلال السيد أول ما جاء وقلت له نزل معانا على البحر الأحمر، وعملنا دراسة كافية ايه النقاط الضعف اللي في الطريق وازاي نقدر نقومها، وبدعناها وبعتناها لوزير النقل وفي نفس الوقت المجلس الوزراء. انا مع حضرتك ان الموضوع عاوز حل جذري لطريق الصعيد بحر الاحمر ده. تخيل حضرتك لو عربية واقفة، فردت عجل نامت، او في حادثة عربية زي ما حصل اللي جاي بيخبطها هو ماشي. يعني في مرة كان عندنا حادثة الحقيقة رهيبة، ورجال المرور واقفين والاسعاف، الناس وهي ماشيه جم خبطوا رجال المرور والاسعاف اللي موجودين. قد كده الطريق ملوش حرم كويس، غير امن، ما عليهوش لوحات ارشاديه، ما فيهوش اضاءه كافيه بالليل. فالحقيقه هو مشكله كبيره، فاحنا قلنا نلجا للرادار، يبدا الناس تتعود والثقافه بتاعتها تعرف ان في رادار، لغايه لما ربنا سهل ونحل مشكله طريق البحر الاحمر ان شاء الله. فكان لازم نحط رادع عشان نقلل من الحوادث، بالاضافه الى اجراءات ثانيه كتير احنا خدناها. طيب فندم، لو هننتقل لقضية مهمة جدا هي قضية القمامة التي أصبحت معظم الطرق في محافظة سوهاج في قبضة القمامة بسبب انتشارها. عايزين نعرف فندم ماذا تم عمله لحل هذه المشكلة المستعصية؟ هو حضرتك طبعا احنا سوهاج من ضمن المحافظات الحقيقة كان فيها مصنع تدوير من زمان، وكان متوقف بقاله أكتر من 12 سنة تقريبا. بدأنا نشوف ايه هي الحلول. كان في مقالب زباله موجوده في وسط البلد، والحقيقه كان منظرها كئيب، والناس اول ما جيت كانوا بيشكوا شكوى جامده، وكنت حضرتك تلاقي في دخانه في الجو وكده. ادينا التعليمات زي ما اتفقنا الوقايه، ان ما عادش في حاجه تتحط في هذه المقالب، لابد انها تروح على المدفن الصحي اللي هو جنب مصنع التدوير اللي كان موجود. وبدانا نشغل كل عربيات الوحدات المحليه، زودنا الورديات، بقى 3 ورديات في اليوم النهارده عشان نقدر نتخلص من الكميات المهولة اللي كانت موجودة. وبدأنا نعمل حوار ونقاش على المصنع ازاي نعيد تدويره. الحقيقة رحت مصر في
15 مايو هناك في تجربة رائدة مصرية على المدافن الصحية وكيفية تدوير القمامة هناك. قعدت يوم كامل حق درست كل الخطوات اللي فيها، وبعد كده اتكلمنا مع كام شركة تانية بتعمل عروض في تدوير هذه المصانع، إلى أن استقرينا أن شركة أسمنت أسيوط بعتناها هنا، شافت المصنع وقالت أنها على استعداد تبدأ معانا تشغل جزء منه، وجابوا هم مصنع موبايل كده بالنسبة لهم بياخد جزء من القمامة اللي موجودة وبيضغطها وبيطلع منها حاجة اسمها الار دي اف، بيتولد منه طاقة، وبدأت تشتريها شركة أسمنت أسيوط الحقيقة مننا. يبقى كده بدأ يدخل لحضرتك عائد، من هذا العائد تقدر ترفع كفاءة المصنع، تقدر تعمل صيانة للعربيات اللي موجودة والجرارات اللي تبع المصنع. في جزء تاني من القمامة برضو عملنا مناقصة، وجت جمعية أهلية بدأت تاخد الجزء التاني من القمامة وتولد منه الأسمدة. كل ده شيء جميل. النهاردة بقى عندنا المصنع بدل مكان واقف ما بيعملش أي حاجة والعربيات عطلانة، النهاردة تم رفع كفاءته، وشركة أسمنت عملت مصنع جديد جنبه عشان الار دي اف، والنهاردة دخلنا في الشهر لا يقل عن 70-75 ألف جنيه من هذا المصنع. أما التحدي الأكبر كان المخلفات الزراعية، وبأكد لحضرتك سوهاج فيها المصنع الوحيد في العالم اللي بياخد المخلفات الزراعية صافية وبيطلع منها خشب، هذا الخشب بيتم إنتاجه في السوق المحلي وتصديره وتوفير فرص عمل وعملة صعبة، والحمد لله المصنع بقى 2 و3 دلوقتي. احنا عندنا ما يقرب من 7 مليون طن من المخلفات الزراعية في السنة. طيب المخلفات العادية وقدرنا انها تمشي، وحببنا الحقيقة الجامعات الأهلية ان احنا نبدأ ناخد الجمع السكني، وعربيات الوحدات المحلية بتنقل الى المصنع التدوير. كانت المخلفات الزراعية بالنسبة لسوهاج وهي مختلفة عن وجه بحري، هناك لو حضرتك تفتكر في قش الرز والموسم بتاعه وحرق قش الرز وتلوث البيئة والصحة، هنا بقى كانت حاجة أخطر شوية اللي هو البوص الناتج من زراعة الذرة وشجر الموز، كميات كبيرة جدا المخلفات بتاعته لما حضرتك بتتحرق بتدي سحابة جامدة جدا في الجو، بتخنق الناس الحقيقة، بتأثر على البيئة طبعا تأثير جامد جدا. ناهي حضرتك عن ان الزيادات اللي كانت بتترمى على الطرق كانت بتعمل حوادث لانها بتضايق الطرق، تنزل في المصارف المائية بتقفلها. الحقيقة كان من كله، غير ان هما كانوا بيحطوه على سطح البيوت، والبيوت هنا مش اغلبها بيوت طوب احمر، في بيوت طينية وحوش، فسهل جدا مع الحرارة المرتفعة اي حد بيسخن حاجة او بيشرب سيجارة تلاقي حرك 15-20 بيت الحقيقة التهمتهم النار. مجموعة من ولاد سوهاج المثقفين اللي لهم خبرات كويسة جدا بدأوا يدرسوا الموضوع، وفي الدكتور إبراهيم هاشم الحقيقة اللي بوجه له التحية، والدكتور رامي والمهندسة هبة، مجموعة مشرفة الحقيقة من شباب مصر بدأوا يدرسوا، والحقيقة شجعناهم في المناطق الصناعية. النهاردة عندنا مصنع في غرب طهطا، المصنع ده بدأ يجمع البوص اللي كان موجود عند الفلاحين وكان بيترمى في الطرق، بقى له تمن، بيبعت مجموعة من الشباب يشتري هذا البوص من الفلاح. النهاردة الفلاح اللي عنده بوص بيعينه لأنه عارف أنه هيجيب له عملة وهيقدر يبيعه. التجميع بتاع البوص ده بيروح المصنع خلال 40 دقيقة بيطلع خشب، الخشب ده كان بيروح اسكندرية أو القاهرة لشركات كبيرة عشان تحط عليه طبقة الميلامين وبلزق بالغيرة كده، وبدأ ينزل السوق المصري. نجح الحقيقة في السوق المصري، ولكن الجميل ان تهافتت عليه السوق العالميه، لان بره كلهم بيقدروا يعني ايه الجرين اندستري، يعني ايه تعمل صناعه خضراء من شجر بدون ان حضرتك تقطع شجر، فده بيعتبروه الحقيقه كنز كبير جدا. عاوز اقول لحضرتك ان تعاقدوا من هولندا على 5 سنين، جاء وفد من الهند عشان يتعاقد على هذا الخشب، النهارده السوق المحلي نجح فيه وبدا يصدر بره وبيجيب عمله صعبه من البوص اللي كان كارثة، تحول إلى قيمة مضافة. المصنع ده حضرتك بدأ يحل حوالي 33% من مشكلة المخلفات الزراعية، يعني لسه عندنا برضو. بدأ في مصنع تاني الوقت في جرجة هيبقى زيه من البوص، ولكن هيطلع نوع من الخشب بنسميه الـ MDF اللي هو بيتعمل منه الموبيليا. في الكوثر كان في مصنع تالت من برضو مجموعة من المستثمرين، رئيس مجلس الإدارة شاب من سوهاج عايش في استراليا، بدأ يجيب شجر الموز، وشجر الموز الحقيقة من النوع اللي بيجيب مخلفات زراعية كتيرة جدا،
وعمل هذا المصنع. المصنع ده دلوقتي شغال اونلاين مع مصنع تاني في استراليا عنده. شجر الموز بيدخل وبيطلع منه الطبقه اللي هي الفورمايكا، وبيتعمل منه اطباق وصواني، والحقيقه نموذج رائع جدا من استخدام الشجر الموز. الاكثر من كده دلوقتي الفاضل من الشجر الموز بداوا يفكروا ان هم يعملوه سماد، وخلي بال حضرتك سماد يعني هيطلع من ماده نباتيه 100% ما عليهوش اي خليط. وبنستورد دلوقتي الحقيقه مكن في هذا المصنع، بحيث ان دوره الكمر عشان حضرتك تعمل سماد من المخلفات تقعد لها حوالي 3 شهور، هم لا خلال 45 يوم هتكون الدوره كامله. وعارضين ان احنا ان شاء الله في مشروع 1.5 مليون فدان نساعد بهذا السماد. عاوز اقول لحضرتك ان المصانع دي لما لقت رواج واشتغلت بداوا يفكروا، ولسه عاملين قريب مع مؤسسه ساويرس بروتوكول، ان خلال سنتين هيوفروا فرص عمل ل 610 شاب غير اللي شغالين معاهم في المصانع، ويعملوا لهم مصنع ويفتحوا لهم هم كمان مصنع. قد كده بقى في مؤسسه النهارده بتشوف الاحتياجات ايه. احنا لما لقينا بقى عندنا في هذا المحور من صناعه الاثاث من المخلفات الزراعيه، خلصنا دلوقتي منطقه كامله هنعملها منطقه اساس زي منطقه دمياط كده بالموبيليا، لان اكتشفنا ان عندنا لا يقل عن 5000 اسره شغالين في الموبيليا، ولكن كانوا شغالين بطرق غير شرعيه، لان الكهرباء بياخدوها من البيوت وبالتالي عليهم محاضر كهرباء، الميه بياخدوها ميه منازل فعليهم محاضر، واخدين اوضه في الشقه وعاملين مصنع، وبالتالي برضو السلامه والصحه المهنيه والحي بيطردوهم. النهارده احنا بنعمل منطقه جنب مصنع الخشب في غرب طهطا تبقى منطقه اساس، وعملنا الرسومات بتاعه الهناجر، وان شاء الله قريب قوي هنبدا بيها. يبقى حضرتك مشكله بوص مخلفات زراعيه حولتها لعمله صعبه، ووفرت فرص عمل، وجبت في نفس الوقت منتج تطلعه بره وتدخله في السوق المحلي، ونعمل منه منطقه الاساس، ونقدر نصنع منه موبيليا وتجيب فرص عمل ل 5000 اسره. الحقيقه منظومه انا سعيد بيها جدا في سوهاج، هي لها معنى واحد، ان احنا قادرين ان شاء الله على حل مشاكلنا، بس لابد نحترم الاسلوب العلمي في التفكير، ولابد يكون عندنا روح المغامره، ولابد نبطل البيروقراطيه والنمطيه والروتين وان كل حاجه موجوده هي بس. لا، التفكير الحقيقه والعصف الذهني اللي احنا بنعمله هنا مع المستثمرين الحقيقه ولد لنا افكار كتيره جدا. ادى حضرتك شفت مشكله صحه اخترقناها ازاي عن طريق استثمار، وادى مشكله بيئه برضو عن طريق الاستثمار. عاوز اقول لحضرتك النسبه قلت جدا ان يبقى في حريق، وكنا بنقعد نجري ورا الناس اللي بتولع في الارض من البوص. النهارده هو اللي بيخاف عليه عشان يقدر يديه المصنع. الجميل بقى ان احنا هنطبق ان شاء الله من الشهر الجاي محطات وسيطه. المحطه دي تخلي الشاب بدل ما يجي بالجنوب يوصل لغايه طهطا، وبالتالي بيبقى حمل عليه كبير. المستثمرين في مصنع الخشب بحييهم، هيعملوا مصنع محطه وسيطه بتكلف حوالي 2 مليون، وفكروا ان الشاب اللي يجي مش هيبقى له مرتب، هيبقى الحافز بالانتاج. كل ما هتلم بوص اكتر، وعاملين له ميزان بيسكول عنده في هذه المحطه واشتراطات الحمايه المدنيه، كل ما هتجيب وتعمل بلات وتودي هتاخد الحافز بتاعك على الانتاج. يبقى حضرتك كانه بقى شريك معاهم في المصنع، بدل ما يجي موظف وبعد شويه ما يعجبوش المرتب. شوف حضرتك قد كده المنظومه تولدت، وانا سعيد بيها، واتمنى ان شاء الله. وكنت اخر مره مع الفيديو كونفرنس في مجلس الوزراء، وقلت لوزير التنميه المحليه الحقيقه لو اي حد في الصعيد عنده المشكله دي يا ريت يبقى في تعاون مع اولاد سوهاج ان شاء الله، لغايه لما نقدر نخلص كل الكميات المخلفات الزراعيه عندنا ان شاء الله. ممتاز، كويس جدا يا دكتور، ويا ريت كل المحافظات يعني تحذو حذو حضراتكم، تحذو حذو محافظه سوهاج في حل مشكله البوص ومشكله الزراعات اللي بيتم القائها والاستفاده منها. دكتور انا بشكر حضرتك على هذا الحوار الشيق، بستاذن حضرتك بطلع فاصل ونرجع نستكمل هذا الحديث الرائع والشفاف مع حضرتك. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل. نستاذنكم نطلع الفاصل ده ونرجع لكم مره ثانيه مع سيادة المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج. برحب بحضرتك يا دكتور مرة تانية معانا في عين على البرلمان. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور لو هنتقل لحضرتك مع حضرتك بقضية أخرى، حضرتك تعلم بعد الثورة
يعني تم التعدي على الآلاف من الأفدنة الزراعية، بالإضافة إلى أن هناك عدد كبير من الأهالي أقلموا بالفعل في هذه الأراضي، ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات التي تم التعدي على الآلاف من الأجود الأفدنة الزراعية. ماذا تم عمل فندم، وماذا قامت المحافظة من أجل استرداد هذه الأراضي الزراعية التي تم السيطرة عليها؟ الحقيقة دي مشكلة كبيرة جدا في البلد، وعاوز أقول لحضرتك كلنا في المحافظات كنا بنشوف تنام بالليل تقوم الصبح تلاقي ناس بورت أراضي وكده، ولكن الحقيقة احنا خدنا خطوات فورية، وحتى الناس كانت مستغرباها ان مجرد مسؤول الزراعة ما بيقول ان في مخالفة او الوحدة المحلية لقى شاف في تعدي على أرض زراعية بيجيب مسؤول الزراعة وبننزل بالمعدات. أول حاجة بنصادر كل المعدات اللي موجودة على المخالفة، تاني حاجة بيتعمل له محضر على المخالفة على أرض زراعية وبنحوله للنيابة. واستخدمنا الحقيقة الموضوع ده، في قعدنا يمكن حوالي 8 شهور بننزل نمر، لو عندنا محاضر بننزل عليها، ما فيش محاضر مجرد حد بيلاقي في أي تعدي على أرض زراعية، تلات خطوات بنطبقهم على طول فورا بالمعدات، نصادر الحاجة اللي موجودة، لو في حاجة مبنية بنزلها وبنحول على النيابة في ساعتها. عاوز اقول لحضرتك النسبه تقلصت تماما، ما عادش فيه الا يمكن في حتت بقى بعيده، بس اول ما بيجي بلاغ بننزل فورا بنعملها. الحمد لله فرق كبير جدا شاسع من النهارده، من سنه ونص قبل ما اجي كان الموضوع طبعا مستشري جدا، النهارده حتى الحاجات دي بنسجلها وبنسب قلت كتير جدا. مشكلتنا دلوقتي بقى في اللي كان قبل كده، اللي هو بنى فعلا وبوظ ارض، فاحنا مستنيين ان شاء الله القانون الجديد باذن الله ونشوف هنعمل فيه. طب يا فندم، وحضراتكم لما بتستردوا الاراضي ديت، هل حضراتكم مخلفات البناء بعد هد هذه المنازل المخالفه سوف بيتم تركها، ام سوف يتم ازاله هذه المخلفات وعوده الاراضي الزراعيه الى طبيعتها الاولى؟ كل ما حضرتك بتلحقها بدري، ما فيش شك انك بتلحق الارض بدري، اذا كانت عمل فيها اي اشغالات بنحمله هو اللي يرجع الأرض تاني لأصلها. دكتور، بعض المواطنين بيتساءلوا، الميكنة الزراعية بجهينة أو كما يطلقون عليها جهينة بدون معدات، عايزين نعرف من حضرتك فندم إيه هي أهم الأسباب؟ خلي بالك إحنا طالعين من سنين الحقيقة كانت صعبة، ما كانش حد بيشتغل، أغلب الجهاز الإداري كله كان بيقعد يتفرج، ما حدش عارف البلد راح على فين، ما كانش في حد عنده حماس إنه يبني البلد. في شك ان من بعد 30/6 لما بدات الامور تستقيم دلوقتي بدانا كل ده بيعاد هيكلته من تاني. وزاره الزراعه الحقيقه عندها عبء كبير جدا، يعني عشان كده كلنا بنساعدها وكل امكانيات الوحدات المحليه بتروح، ودلوقتي فعلا وزاره الزراعه بدات تتجه للميكنه، واحنا مرحبين بكده وقاطعين شوط كبير قوي مع وزاره الزراعه، فان شاء الله مش جهينا بس، كل المراكز هيكون فيها ميكنة إن شاء الله موجودة كويسة. دكتور، بسأل حضرتك فنم إلى الجهود المبذولة في كوبري طما اللي بيربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، وصلت لحد فين هذه الجهود يا فندم؟ إحنا عندنا الحقيقة كذا كوبري في محافظة سوهاج بيمثلوا لغز. الحقيقة كباري بقالها 7 سنين و10 سنين، والغريب إن الشركات دي واخدة فلوس، ولكن معدل السير فيه يعني اقل من الزحلفه شويه. فالحقيقه حاجه تزعل، والدكتور جلال السعيد الحقيقه تواصلت معاه اول ما مسك وجه شاف الكباري. عندنا كوبري طما طبعا ده مشكله لانه بيربط بيننا وبين اسيوط، والحقيقه ما عادش في داعي للتاخير ده كله. وكوبري جرجا دار السلام نفس الحكايه، كوبري 10 كيلو وكان هنا الدكتور جلال الحقيقه وعد انه هنخلص اول مرحله فيه 8 كيلو ونص، ويبقى فاضل كيلو ونص ان شاء الله يخلص على اخر السنه دي في شهر 12 ان شاء الله. طهطه نفس الحكايه، فيها كوبري قاعد بقاله فتره مبوظ البلد من جوه. فالحقيقه ما كانش في متابعه، ما كانش في رؤيه ايه الكوبري هيخلص امتى وهيتعمل امتى، ما كانش في خطه زمنيه. استفاده زي ما قلت لحضرتك من المجالس الاقليميه اللي عملناها، مجلس الاقليمي للهندسه والطرق، النهارده كل شهر بيكون في تقرير عن كل كوبري وحالته ومعوقاته، وبنبعت الحقيقه لوزير النقل على طول. اتمنى ان شاء الله ان على اخر 12 تكون هذه الكباري انتهت تماما باذن الله. طب دكتور، احنا لسه في مشكله الطرق، الطريق السريع اللي بيصل اسيوط سوهاج في مشاكل كتيره فندم، ماذا تم عمل من حلول لحل هذه المشكلات؟ هو ده برضو زي ما قلت لحضرتك جزء من بدايه طريق الصعيد البحر الاحمر.
يعني لغايه اسيوط الطريق بيبقى مزدوج اللي هو طريق الجيش، وبعد كده حضرتك تمشي تلاقي فيه فرده واحده، مش كمان مش مشكله انه فرده واحده، هو زجزاج يعني حاجه غريبه فعلا الحقيقه، ان هو مش ماشي ستريت، انك تبقى شايف اللي مقابلك واللي رايح واللي جاي، منحنيات بشكل غريب جدا. وبعد كده بيكمل لغايه سوهاج حوالي 85 او 90 كيلو، ولكن مشكلته انه كان المفروض فيه ازدواجيه ما اتعملتش. زي ما قلت لحضرتك الطريق ملوش حرم، ماشي طبعا كله في جبال وفي صحراء، في حتت منه وديان تحت، فالحقيقه هو كارثه، عشان كده ما حدش بيعرف يمشي عليه الا بالنهار، وبيبقى حتى ماشي خايف. فكل المطلوب قلنا ان يتعمل ازدواجيه او يتعمل طريق تاني يبقى بشكل مستقيم بدل ما حكايه الزجزاج ده، لان طبعا بيعرض لمشاكل كتير وخاصه النقل المحمل. طبعا الطريق طويل لما بيجي من القاهره او بيكون جاي من اي حته، السواق بقى الله اعلم بينام، العربيه حملها ما تعرفش، بس طبعا الطريق عليه حوادث بشكل رهيب جدا. كمان لما عملنا الدراسه طلع الهندسي بتاع الطريق مش مظبوط، يعني في نقاط منه مميته. فالحقيقه اتمنى ان هو يا اما يتعمل ازدواجيه او يتعمل طريق تاني يبقى مختصر ويبقى طريق مباشر لسوهاج ان شاء الله. المواطنين يا فندم في سوهاج وابناء سوهاج بيتساءلوا كثيرا متى سيتم الانتهاء من تطوير الكورنيش يا فندم؟ خلي بالك الكورنيش ده بدا وانا موجود، احنا بقى لنا سنه وتقريبا وشهرين او ما كملناش سنه لسه. الكورنيش ده حضرتك مشروع بقاله اكتر من 20 سنه. هو الحقيقه عصب الحياه في سوهاج. الكورنيش الغربي ده كان فرده واحده، عاوز اقول لحضرتك عليه ضغوط كبيره جدا من العربيات، لان في بنوك في المنطقه الحيويه والتربيه والتعليم، وبيؤدي الى المدينه الطبيه. فلما حضرتك تلاقي شريان واحد وعليه هذا الكم وقاعد فرده واحده، عمر حضرتك ما هتغير فيه ولا هيتصلح. انا بعتبر ان الطرق ده اساس من اساس التنميه. فقعدنا جبت الملف وقعدنا درسناه، والحقيقه جبت جهاز المشروعات في القوات المسلحه وشفنا التكلفه، وبعد كده خيالنا بقى اكبر، قلنا طب ما هو احنا هنعمل الكورنيش وهنعرضه، بعد ما كان حوالي 10 متر حضرتك هتعمله حوالي 35 متر، فانت هتعمل حارتين رايح جاي. انا عاوز اقول لحضرتك ان لما جيت كان سعر المتر في مزاد، وكان حديث الساعه في سوهاج كلها كان 40,000 جنيه. يا كتير قوي. لما خدنا القرار وبدانا في تطوير الكورنيش وعمل ازدواجيه النهارده 150,000 جنيه. فبدانا نقول طيب احنا هنعمل الكورنيش، احنا عاوزين نستغل الطريق اللي اتعمل تحته. وبالفعل خططنا دلوقتي بيتعمل مدينه طبيه تحت هذا الطريق، وفي مشايه تحت للناس تنزل تتمشى فيه. المدينه المول التجاري اللي هيبقى تحته ده عباره عن كافيهات، عباره عن مطاعم، عباره عن محلات تجاريه، استراحات. الحقيقه عاملينه بشكل جميل جدا. باكد لحضرتك ان احنا لما نخلص ده ممكن هيطلع ثلاث اضعاف او اربع اضعاف التكلفه اللي اتحطت في الكورنيش. ان شاء الله على شهر 12 اللي جاي ده يكون باذن الله اول مرحله خلصنا منها، وبعد كده هنكمل المنطقه الجنوبيه. وبعد كده احنا بدانا نشوف احنا عندنا لما هنعمل الازدواجيه في كوبري اخميم، دي نقطة الحقيقة اختناق غريبة جدا. عملنا دراسة لنفق، النفق ده إن شاء الله هيكمل من الكورنيش الغربي إلى شارع الجمهورية على طول، يبقى حضرتك فكيت حتى الاختناق بتاع كوبري أخميم، وكان أي واحد لازم يعدي الكوبري رايح جاي عشان يعدي الإشارة دي، إن شاء الله خلصناه ودلوقتي في وزارة التخطيط. وعملنا كمان نفق تاني لميدان العروبة والثقافة، المشكلة الأزلية اللي كانت في سوهاج. الحقيقة النفقين دول الدراسة كاملة، ومجرد ما وزاره التخطيط هيوافق على المبلغ بتاعهم ان شاء الله هنبدا نشتغل فيهم. الكورنيش الغربي نقله حضاريه كبيره جدا لسوهاج، زي ما قلت لحضرتك متنزهات ومشايه تحت، وفي نفس الوقت حضرتك هتفك الاختناق من اول الكوبري العلوي اللي عند المدينه الطبيه الى اخميم ان شاء الله، الى كوبري اخميم باذن الله انطلاق قويه جدا. خلال العام ده على شهر 12 نكون خلصنا اول كيلو في العملية، وهيفضل بعدها الكيلو التاني يخلص إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله. طب أنا بسأل حضرتك فندم، كان البعض بيطالب بإنشاء عدد من مصانع الأسمنت لدعم البنى التحتية في محافظة سوهاج، هل هذا تم بالفعل فندم؟ بالفعل حضرتك احنا اتكلمنا وسوقنا عن كده، ووزارة الصناعة عملت الـ الإعلان في الجرايد، وكان تقريبا نازل حوالي 13 رخصة أسمنت.
وتقدم لهم حوالي 37 مستثمر. عاوز اقول لحضرتك ان شاء الله سوهاج لها رخصتين، ولكن من شهر واحد الى الان يعني فتح المظاريف وفضها ومعرفش سابقة الاعمال. يعني اتمنى ان احنا نخلص بسرعه باذن الله، كان المفروض على شهر 6، فان شاء الله اتمنى ان هيئه الاستثمار ووزاره الصناعه يخلصوا هذه المناقصه. في الحاله دي الرخصه تيجي ان شاء الله عندنا نبدا شغل. احنا مهتمين بها جدا، وعندنا المناطق في دار السلام مجهزه منطقه صناعيه ثقيله للاسمنت، بالاضافه ان في مصنع سيراميك كمان في غرب جرجا خلص كل الالتزامات، ودلوقتي حتى البيئه خد الموافقه البيئيه، ودلوقتي بيخلص حصه الغاز، وده مصنع بيتكلف تقريبا نص مليار ان شاء الله. اتمنى يعني عاوز اقول لحضرتك انه لما خد الموافقه من البيئه عين 1500 عامل عشان يبدا يشتغل في مصنع. تخيل حضرتك انه لسه هيبدا وبدا ب 1500. اتمنى ان شاء الله يخلص مشكله الغاز اللي عنده وبعد كده نبدا فيها ان شاء الله. دكتور عايز اسال حضرتك فنان، يعني جهود حضراتكم في حل المشاكل الاقتصاديه وايضا جلب المزيد من المستثمرين، ده بيتوازى مع حضراتكم تطبيق الشكل الجمالي في مختلف الميادين، وحضراتكم عملتوا اكتر من تمثال، لكن في الفتره الاخيره دي كانت حصلت بعض المشكلات في مع بين ابناء محافظه سوهاج بسبب تمثال ام الابطال. عايزين نعرف يا فندم المشكله ديت وتم حلها ولا لا؟ الحقيقه التجميل ده حق المواطن علينا. نعم. لابد ان حضرتك نوع من انواع الانتماء والولاء للبلد، انه لما سافر واجي ما الاقيش بلدي اقل من المحافظات الثانيه. نعم. ان من حقي انزل الاقي شارع نظيف، الاقي فيه شجر، الاقي فيه جناين متنزهات. كل ده بيندرج تحت احترام المواطن الحقيقه، مش مجرد بس ان انا اوفر سلعه تموينيه ومواد غذائيه. وزي ما حضرتك شايف احنا عندنا النهارده 31 معرض مسمينهم اهلا بالعيد، لحوم ومواد تموينيه واسماك وفراخ. غير بقى المتنقل، الحقيقه عندنا عربيات بتنزل القرى والنجوع عشان اللحوم تنزل بسعر 60 جنيه لحمه البلدي، وفي بقى اللي ب 55 وب 40 وب 48 وكده. ان حضرتك تعمل ده ما يمنعش انك تجمل. فالحقيقه انا سمعت، انا ما كنتش اعرف التمثال، يعني كانوا عملوا زميل قبل كده سابق في الوحده المحليه في البليانه، وكان اتغير وجات تاني فركبوه، بس لقيت الناس كتير بتكلمني عليه. الفنان اللي عامل الحقيقه التمثال عامل في محافظات كتير، وانا الحقيقه بشهد له بالكفاءه وبفكره، وكلنا عارفين الفنانين لما بيبقى عندهم افكار لهم رؤيه تانية. له رؤيه معينه، ساعات حضرتك بتروق لك وساعات لا، بتشوف لوح قلب الدنيا ممكن حضرتك ما تشوفش فيها اللي انت عاوزه. بس مجرد ما لقيت ان ثقافه اهلنا متضرره من هذا التمثال، كلمت رئيس المركز والمدينه قلت له فورا يتعدل كل المشاكل والملاحظات اللي اهلنا بيقولوه. هو على فكره ركبه كان لسه شغال فيه، وقلت له يتحذف الشكل العام اللي عامل هذا اللغط، وفتحت تحقيق طبعا عشان اعرف ازاي يتعمل. كان المفروض يتعرض على لجنه التنسيق الحضاري اللي موجوده، او على الاقل يعرض ويقول احنا جايبين تمثال فنشوفه فنبدا نقول ينفع او ما ينفعش. ولكن مع احترامي لوجهه النظر الفنيه، احترامي لولاد بلدنا اكتر، ولكن لما تصطدم هذه الرؤيه مع ثقافه الناس وتصوراتها وتقبلها للعمل الفني، كان لزاما علينا ان احنا ندخل يتعدل كل التصميم من اول وجديد، ويتعمل حاجه تعجب اهلنا في سوهاج احتراما لهم ولثقافتهم ولرغبتهم في ذلك. وبالفعل الموضوع اتفتح فيه تحقيق وبيتم تعديل التمثال دلوقتي. طب يا دكتور، مشاكل المواطنين في مساكن الايواء والعشوائيات كانوا بيطالبوا بتطويرها، ماذا تم عمل في هذا الملف؟ حضرتك تقصد الايواء بس ولا العشوائيات كمان؟ العشوائيات والايواء يا فندم. الحقيقه انا بشكر الزميل العزيز وزير الاسكان والنائب بتاعه في تطوير العشوائيات، الحقيقه على المجهود اللي هم عاملينه وعلى الفكر الجديد اللي ساعدنا ان احنا نحلم ونقدر نطور. احنا عندنا منطقه مثلا في المنشاه اسمها منطقه السماكين، دي كانت بيوت الحقيقه غريبه جدا لا تليق، بينزلوا بمراكب بسيطه يصطادوا السمك اللي بيطلع، ما فيش قدامه غير انه يبيعه، اللي اتباع اتباع، اللي ما كانش لازم يتاكل لانه بيبوظ لو بات. كان ده منتهى حلمهم، الولاد عايشين في وسط لا يليق. الحقيقه مجرد التعاون مع وحده تطوير العشوائيات في وزاره الاسكان بدانا نرسم شكل جديد خالص. قلنا هنعمل 9 عمارات، ال9 عمارات دول بشكل يليق مع وسط انه يكون فيه يعيش فيه سماكين بشكل مناسب لطبيعه عملهم.
وبالفعل بدأنا وخلصنا الحمد لله 9 عمارات، ولكن احنا قلنا بدل ما نطور بس المكان لابد نعمل بعد تاني، بدل ما افرح انه يروح خد الشقة ويسيبها او يروح يبيعها. قعدنا معاهم انتوا محتاجين ايه، هم عاوزين معتزين بمهنة الصيد والسمك. فالحقيقة عملت دراسة جدوى لمصنع تلج، ودلوقتي بدأ يتطبق ان شاء الله نعمل لهم مصنع تلج، بحيث لازم تأمن له صنعته انه يبقى رايح ومعاه التلج، فلو لقى سمك ما يقلقش عليه، ممكن يبات يوم او اتنين ويقدر يعني يحس ان تعبه له مردود، مش كل يوم بيومه بيرمي السمك بتاعه. والحقيقه بدانا نتكلم معاهم، طب ايه رايكم لو نعمل محلات ونعمل فيها ورش؟ لقت اعجاب جدا عند الناس، بحيث بنعمل تحت العمارات دلوقتي مصانع للشبك لصيانه المراكب. بفكر دلوقتي ان احنا نعمل لهم كمان مصانع للمعلبات الاسماك، انه نقدر نطلع منها بحرفه تانية او بصناعه تانية للشباب اللي موجودين. والحقيقه بنعمل رسمه دلوقتي لفيش ماركت، سوق للسمك على النيل هناك في المنطقه، ونعمل بعض المطاعم. والحلم بتاعنا ان شاء الله ان اي كروزه جايه من القاهره للاقصر واسوان او العكس، او احنا هنا في سوهاج اللي عاوز ياكل سمك يبقى عندنا منطقه مشهوره زي حلقه السمك ومطاعم نروح ناكل هناك. الحقيقه الانطباع الناس لما حضرتك تشوفهم وتروح لهم هناك شاكرين جدا للتواصل، لاحترامهم، لاحترام رغباتهم، لان حضرتك بتدي له حلم بدل ما انت بتسيبه زي ما هو يفقد انتمائه للبلد. هو ده الفكر اللي احنا مشينا فيه الحقيقه في منطقه السماكين، ودلوقتي بادئين نعمل في منطقه تانية اسمها الدريسه هنا في حي غرب تبع هيئه السكه الحديد، وفي منطقه في اخميم ان شاء الله برضو بادئين فيها. كان هنا قريب دكتور احمد درويش اللي هو مساعد وزير الاسكان، وحطينا التصميم بتاعها وبيعتمد دلوقتي الاعتمادات الماليه. ان شاء الله ادعوكم يمكن على شهر اكتوبر تتفتح باذن الله. منطقه بقت منطقه مباني جميله جدا، محلات وورش للسماكين، مصنع تلج، ان شاء الله يبقى في مطاعم على النيل لاكل السمك. ادعوكم ان شاء الله اما تبدا في هذه المنطقه تيجوا تشاهدوها وتشوفوا قد كده لما السلبيه بتتحول ايجابيه تبقى اكثر من رائعه ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور، طب تطوير المرسى السياحه في مدينه البليانه هيضخ المزيد من الاستثمارات في المحافظه، متى سيتم الانتهاء منه فندم؟ هو انتهى فعلا، ودلوقتي في فنادق عايمه هناك، عندنا المعبد بتاع ابيدوس، وفي فندق الوادي تم انشاء لاستقبال السائحين. ان شاء الله ده هيبقى طفره كبيره جدا في تشجيع السياحه اللي موجوده عندنا في سوهاج في البليانه. وعاوز اقول لحضرتك انا لما جيت هنا ما كانش في فرصه لأي حد يجي سوهاج يعرف يبات. الطيران هنا بيجي ميعاد واحد بس الصبح، فكان مشكلة اللي يجي عاوز مستثمر أو رجل أعمال أو أستاذ جامعة أو دكتور جاي يعمل عمليات مش عارف يرجع، فكان لازم يبات وما كانش في المكان اللائق. الحقيقة لما ربنا سهل وتعاقدنا مع الفنادق العايمة النهاردة عندنا 6 منهم 2 في البليانة، كل ده احنا بنمهد للسياحة، بنمهد ازاي نستغل اثارنا وتبقى عوامل جذب للسياحه. بالفعل لما المرسى خلص وقف فيها المراكب، احنا دلوقتي عاملين دعوه لكل شركات السياحه، وعملنا خط سير بالتعاون مع شرطه السياحه والاثار واداره السياحه والوحدات المحليه ومعانا المرور، وعملنا خط سير لرحله تبدا من المطار ازاي وتنتهي ازاي ونمشي فين وايه الاماكن اللي عاوزينها. وبالفعل قريب ان شاء الله هيجي الفوق ده، هنخلي كل اصحاب الشركات السياحه احنا عازمينهم، ولكن هو يبص بعين السائح ايه اللي عاوزه ايه اللي محتاجه، وبالتالي بعد كده نبدا نحط سوهاج ان شاء الله على الخطه بحيث يبقى لنا سياحه مستقله. عندنا معبد ابيدوس طبعا ده الوحيد في العالم اللي بالروعه والشكل ده، عندنا الدير الابيض والدير الاحمر، عندنا في اخميم ميرت امون، يعني عاوز اقول لحضرتك في معبد كرنك كامل في اخميم. ان شاء الله دلوقتي احنا تواصلنا مع وزاره الاثار ان احنا نبدا ننقب عنه ان شاء الله، ويكون اكتشاف اكثر من رائع باذن الله. دكتور انا بشكر حضرتك على هذا الحوار الشيق، بستاذن حضرتك بطلع فاصل ونرجع نستكمل هذا الحديث الرائع والشفاف مع حضرتك. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا بيك. اتفضل. نستاذنكم نطلع الفاصل ده ونرجع لكم مره ثانيه مع سياده المحافظ الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر.
يوسف؟ ايه؟ مالك؟ حاسس اني قابلت سعادتك قبل كده. النهارده مش هسيبك. المرة دي شرعي. متجوزين بقى. انت ضحي ولا يوسف؟ سعادتك انا كنت قاعد في البيت في امان الله مع مراتي وابني. انت ايه اللي ناقصك عشان تبقى زيي؟ رئيس لي كل حاجة يا رئيس. اتهموني كمان ان انا منتحل شخصية واحد اسمه ضاحي عبد الله القناوي. وضاحي ده؟ انت متعرفوش؟ على فين يا باشا؟ عاوز نعمل لك ايه؟ انت واحد قاتل. قاتل. كان في دوسي احمر مكتوب عليه علي الجندي هامي. انا اسهل ما عليا ان انا البسك في حرز مالوش صاحب. عاوزني في حوار يعني. مين يا سيد؟ سعد خش استنيني في اوضه النوم. اوضه النوم ايه اللي تستناك فيها يا روح ام؟ القانون حمار. هقتلهم كلهم ملعون عمود الشغلانه. فانا لقيت نفسي يا باشا في المحكمه وعليا حكم اعدام. انت لسه شفت الدان؟ لسه شفت الدان؟ المبادئ يا ابني ما بتتجزأش. ظرف اسود عمرو يوسف دره صلاح عبد الله انجي المقدم. ظرف اسود الليلة الخامسة مساء على الحياة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دكتور مرة تانية معانا في عين على البرلمان. أهلا وسهلا حضرتك دكتور. إحنا لسه في مدينة البليانة. بسأل حضرتك فندم كوبري البليانة اللي تم عمله بدل المزلقان حتى الآن لم يتم الانتهاء منه. عايزين نعرف من حضرتك فندم سبب التأخير إيه؟ برضو ده من مشكلة الكباري ومن ضمن الحاجات اللي إحنا بناخد وندي مع وزارة النقل. أتمنى إن شاء الله إنه يخلص بسرعة بإذن الله. هننتقل دلوقتي يا دكتور لقضية مهمة جدا وهي قضية نقص المدارس في محافظة سوهاج. واحنا جينا النهارده لقينا حضرتك النهارده كان في معرض حضرتك افتتحته اللي هو معرض اهلا مدرستي النهارده وكان في توزيع لحاجات المدارس باسعار مخفضه وحضرتك النهارده كان في تكريم من حضرتك لاوائل الثانويه العامه من المحافظه. مشكله نقص المدارس يا فندم وتكدس الطلبه في الفصول متى سيتم الانتهاء من هذه المشكله التي تؤرق الطالب والاباء معا؟ هو حضرتك فعلا التعليم عاوز ان احنا نحترم المعلم ونحترم الطالب ويبقى عندنا بنية تحتية كويسة وتجهيزات في المدارس. خلينا نتكلم بصراحة، في مدارس صعبة جدا سيئة لا تليق، وبالتالي حضرتك لازم تفكر بجدية. عشان كده انا عجبني قرار الاخير للسيد وزير التربية والتعليم انه مشاركة القطاع الخاص، ولابد كلنا نحترم القطاع الخاص ونهيئ الفرصة قدامه ويبدأ يعمل لي مدارس وياخد حق انتفاع 40 سنة ويشتغل، وكل ده هيحل لي الكثافة اللي موجودة عندنا مشكلة كبيرة. ولما أوصل للمرحلة دي ويبقى عندي المدرسة جاهزة وعندي الطالب زي زمان بيروح المدرسة بمزاجه. أنا فاكر زمان كانوا بيقولوا كفاية ما تجوش، احنا بنروح، لأن حضرتك بتلاقي معلم بيعلمك، بتلاقي مدرسة بتحترمك في القعدة وفي الفصل النهاردة احنا في الصعيد عاوز اقول لك في مدارس فعلا صعبة جدا، مفيش مراوح، الازاز مكسر، ازاي هتقعد الطالب، ازاي هتحببه في المدرسة؟ فعشان كده احنا الحقيقة بنسابق الزمن في المدارس، ولكن قدامنا شوط طويل. كل اللي بقوله خلينا نجهد جهود، نكثف جهودنا كلنا النهاردة في اصلاح المدرسة والمنهج التعليمي. الحقيقة يعني لازم الكتب تخلص بسرعة وتيجي، احنا بادئين على سنة دراسية جديدة. لازم ألاقي فصل يليق بالطالب، لازم ألاقي فصل يليق بالمعلم. هو احنا مش معقولة هننسى المعلم عشان خاطر أنا قاعد أتكلم على كثافات وهو مش لاقي فصل كويس يشرح فيه، وبالتالي المدرسة مش مناسبة أنه يروح يقعد فيه مع الطلبة. كل ده تحديات قدامنا في الدولة الحقيقة، وإحنا قادرين عليها إن شاء الله مع هذا الفكر المتطور إن احنا نحلها خلال السنة الجاية دي إن شاء الله، يكون على الأقل تخلصنا من مشكلة الكثافة. احنا في سوهاج عندنا عرضنا اراضي كتيرة جدا. الابنية التعليمية السنة دي عملت كم كبير جدا من المدارس الحقيقة الجديدة ورفع الكفاءة. اهتمامنا بالمنظومة التعليمية
خلانا نبص احنا النهاردة مهتمين بالتفاوت الأسعار وازاي نظبط الأسعار وازاي نوفر المنتجات. فلقيت الناس الحقيقة داخلين على مناسبتين، مناسبة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، كل سنة وحضرتك وكل أهلنا طيبين. الحاجة التانية دخول الدراسة، يعني أكم من الأسر الحقيقة لقيتهم بيلفوا على الكتب المدرسية وعلى المكاتب والأسعار غالية جدا. فالحقيقة بدأنا نفكر زي ما عملنا أهلا بالعيد إن احنا نعمل حاجة للمدارس وسميناها أهلا مدرستي. هذا المعرض ما بيحملش التاجر أي نفقات، ولكن في المقابل بيبيع بسعر الجملة. وزي ما حضرتك شفت على الإقبال اللي موجود على المعرض، فالحقيقة جميل جدا. وهنبدأ نعمل واحد إن شاء الله في جرجة وفي طهطة. أما مشكلة المدارس بأكد لحضرتك إحنا شغالين فيها، وبحيي قرار وزير التربية والتعليم بفتح المدارس للسوق للقطاع الخاص، إما عن طريق حق الانتفاع لمدة 40 سنة أو المشاركة. الحقيقة دي تجربة رائعة إن شاء الله هتحل كتير من المشاكل، ولكن هيتبقى بعض المشاكل إن شاء الله لابد من الإصرار والمثابرة عليها وعودة قيمة وقامة التربية والتعليم من أول تاني. دكتور، حضراتكم منذ أيام قليلة قمتم بتوزيع عدد من السيارات الذكية على الشباب من أبناء محافظة سوهاج. هل دي فن بداية لحل مشكلة البطالة في محافظة سوهاج؟ عايزين نعرف أهداف المشروع ده فن. هو الحقيقة المشروع توفير فرص عمل مع تغيير ثقافة الشاب، أنه بدل ما كان هيقف في مكان مش لائق أو مش حابب يدخل فيه بعربية باليد أو كده، النهاردة بقى عنده عربية بالطاقة الشمسية وبيواكب الجديد، معاه واي فاي، معاه كاسيت، معاه مروحة، معاه بوتجاز. الحقيقة شكل حضاري كبير جدا، مش هتحمله نفقات كهرباء، ما عادش مرتبط بحتة واحدة يقف فيها ويسرق كهرباء، بالعكس ممكن يتجول في ماتش، في حفلة، في بداية الجامعة، في الدراسة. فالحقيقة إن شاء الله هي عاطية إضاءة لبكرة إن شاء الله وأمل. أتمنى إن الشباب زي ما شفنا كده رغبتهم في العربيات وطالبين المزيد منها إنها تكون فرصة عمل لائقة بيهم بإذن الله. أنا بشكر حضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا على المجهود اللي أنتوا قايمين بيه في المحافظة. العفو يا فندم، أنا اللي بشكر حضرتك وأهلا وسهلا بيك. شكرا. في محافظة سوهاج. شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا النهاردة من محافظة سوهاج مع الدكتور أيمن عبد المنعم، اللي تناولنا فيه أهم المشروعات التي تم العمل فيها وتم الانتهاء منها، وأيضا ماذا سوف يكون هناك في الأفق في من المشروعات القومية التي سوف تنفذ في هذه المحافظة، والحل على مشكلات التي يعاني منها أبناء محافظة سوهاج. بشكركم وإلى اللقاء.